نحكي لك واحد الواقعة وقعت لي لأول مرة غادي نحكيها. راه العقد طيروه مني، بقى في الحال انه خدا مني الدور. ورشيت هو طعني من الخلف، كون غير جا عندي وصارحني في ديك الساعة. واش شي حساب عنده معايا ايوش كذيب وعاد بغى يحييه انتقم مني بعد. هاد الناس بزناسة والسلام. دمعك غالي نوسات. كاين لك واحد الواقعة وقعت لي لأول مرة غادي نحكيها. احنا فخورين انك تعطينا هذا الحصري. واقعة اللي وقعت لي يعني واقعة لسببها نور الدين عيوش ورشيد الوالي. كان عيط لي رشيد الوالي باش نلعماه في قصرية إيفولكي. خديت النص وبقى تابعني بالتليفون. كنا كنصوروا ديك الساعة كنصوروا حديد دان عند بنت الحراز. ويومين كيعيط لي في التليفون انا في رزازات، كنقول له انا باقي ما ساليت من رزازات ندخل ونشوف معاك. دخلت فعلا اتصلت به، اتصل بيا عطاني الناس كذا، عرض عليا كذا على الدور. شفت هذاك السيت كوم اللي غايديرو. وصل نهار التصوير، نهار الاول التصوير بدا بيا انا كنصور واحد مول الحانوت ديال الروائح. فصورت كتعرف النهار الاول يمكن توقع كعيا المخرج ما يشوفش شي حاجه. وبين قوسين رشيد الوالي لأول مرة يدير إخراج السيتكوم. لأول مرة يدير السيتكوم. السيتكوم. نهار الأول تيكون شوية تخسك تعامل. ارتباك. كيكون ارتباك عندهم ولا تقني. فهمتك. المهم صورت حلقة بكاملها. فإذا به جا عيوش سلم عليا اللي هو نبيل عيوش. نبيل عيوش سلموا عليا عاديا ما وجات السكرتيرة ديالو قالت لي سير بيا ديك النسخة ديال الكونترا ديالك ندير منها شي نسخة أخرى سير بيها فيك. عطيتها ليها بالزربة بدلت حوايجي بغيت نمشي. هي قالت لي غدوز غدا للبيرو. قلت لها علاش غندوز للبيرو؟ راه عندي التصوير غدا. قلت لها دوز للبيرو. دزت للبيرو فإذا به كتفاجئني كتقول لي راه نور الدين عيوش خاف كلات مراد ملي يكونوا يصوروا ورشيد تا هو خاف كلات مراد. ما تقولش هي فسخوا العقد معاك. اي راه العقد طيروه مني. قلت لك انا من الثقه اللي داير فيهم قلت لي ندير لي فوتوكوبي ونردو لك. خدرت لي العقد وتقص فيها. علاش تقص فيها؟ لان هي بنت واحد الصديق قديم كان كيعمل المسرح. تقص فيها عطيتها. انت هذيك المعطيه اللي عطيتها انهم فسخوا العقد معاك فسخوا كل شيء. فإذا به استقبلتني وقالت لي ملي مشيت عندهم الشركة قالت لي راه قال لك نور الدين عيوش خاف كلا تمراض ولا شي حاجة ملي يكونوا يصوروا. قلت لها لا إله إلا الله ما مرتش في حديد دهن اللي أربع شهور حنا كنصوروا فيه في الجبال وفي التراب وفي العجاج وفي البرد في الثلج
وغادي نمرض دابا في هذا السيتكوم اللي في الاستديو هذا اللعب. قلت لها هذا غير رشيد الوالي بان ليه باللي غادي يلعب الدور. قالت لي فعلا راه هو غادي يلعب الدور. بقى فيك الحال بقى في الحال انه خدا مني الدور. كنت كندير فيه شي قفشات قال هو الدور غادي يدير به دجه وخداه. ومن جيتي للدار الحاج بقى فيك الحال؟ جيت بقى كيعيط لي في التليفون رشيد الوالي ما كنجاوبوش. خوه حتى هو هشام لحدنا اليوم لحد اليوم ما نجاوبهمش لان لا اخلاق لهم. خلي ديك الصفه باش كيهضروا مع عباد الله كيبان لهم مزيانين لان ما راعوا حتى الحاجه. ما راعوا لسني، ما راعوا لا كارير ديالي، ما راه وليد كاع حتى شخص اي شخص ديروا غير الممثل يلا. رغم ذلك عيطوا لك وخسيني تي الكونترا وغتلعب يعني ما غتلعب وتحايلت عليا هذيك وخذت مني الكونترا. كلمتك الاخير وبغاو يعطوني شي تعويض اللي نحشم نقولو تعويض مالي. وانا شحال من واحد قال لي فضح هادشي في الجرائد قلت لي ما كاينلاش ما لان علاقتي برشيد الوالي كنت وانا اللي جبته في السينما. ماما الحاج بقى فيك غير الحال التعامل. اول فيلم ديالو الكور متراج ديالو انا اللي اقترحته على عبد القادر القطاع في نهايه سعيده هابي اند بمناسبه الذكرى ديال القرن على موروث السينما المغربيه واقترحته في مسلسل حوت البر لعب ولدي كذا افلام اقترحت فيها وطعني من الخلف بهذا. كون غير جا عندي وصارح لي في ديك الساعه ديك الساعه دخل يكون معايا في الاستوديو يقول لي هو المخرج. كان ديك الساعه هو المخرج يقول ما يكونش نبيل عيوش هو اللي عطاه الدور. ما نعرف قال لي عيوش بيناتهم داروا هادشي. واش شي حساب عنده معايا عيوش قديم وعاد بغى يحييه انت خمني بهاد القدم فهادي داكشي كيبقى لا اله الا الله. فلهذا اعتبرتها عطره ولكن مش في الداخل ديالك. وي وكنقول للممثلين كلهم كنصحهم من الكونترا ما تحيدش من عندكم. الكونترا تكون عندك في جيبك. وقع اللي وقع ما فيه لا ثقة ولا سكريت راك معرفها ولا راك تجيني من العائلة ولا شي حاجة ما كاينش. هاد الناس بزناسة والسلام. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.